مرحبا، يعطيكم العافية في حلقة جديدة بما ما لا تعرفه عن كندا. طبعا كندا تعتبر من أكبر دول العالم، هي ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا الفيدرالية، تعتبر أكبر من الاتحاد الأوروبي كامل، وأكبر من أستراليا، أكبر من الولايات المتحدة حجما ومساحة. طبعا كندا لديها أطول كوست لاين او حدود بحرية، لانه بحدها من الشرق والغرب والشمال محيطات، ثلاث محيطات، محيط الباسيفيك ومحيط الاتلانتيك ومحيط الاركتيك. في الجنوب بحدنا الولايات المتحدة، وهذا اطول حدود غير نحكي انها ما عليها جنود او ما عليها جارد بين دولتين، اللي هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. أهلا وسهلا فيكم في كندا، نشوفكم حلقة جديدة. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.